لأن الألوان اللي تولع في الظلام ما فيها لون أحمر، فبسوي لوحة المشرومز بس بسويهم ملونين. أول شي بحط في هالسبيس بنفسجي وأبيض، بحط هني أصفر وبعد بدمج، الحين بحط هني أخضر، الحين بالأبيض بسوي غيوم، بهاللون الرصاصي ببدي أرسم شوي جبال هني، الحين ببدي أرسم المشرومز بالأبيض، الحين ببدي ألون المشرومز بألوان نيون، بحط الحين ديتيلز بالأسود. شوفوا شلون صارت المشروم، الحين بنفس الطريقة بلون باقي المشرومز بس بألوان غير. ببدي الحين بالأخضر أسوي كذي. البني بحط هنا جذع، ببدل الحين بهالفرشاة والأخضر أسوي شوي زرق على الخشب. شوف شلون صارت اللوحة، كان يمدينا أزيد مشرومز فيها بس أحس كذي أحلى. لازم نسوي زوم على التفاصيل. خلي أراويكم الحين اللوحة شلون تبين في الليد لايت. يا جماعة اللوحة حدها كأنها أليس إن وندرلاند، وصح الديتيلز تعبت عليها بس تسوى.